مساء الخير. مساء النور يا فندم. مهندسه عداله من شركه ام جي اكس نتورك. اهلا وسهلا بحضرتك. مستر عمرو في انتظار حضرتك. مستر عمرو مش مهندس. مساء الخير. مساء النور عمرو الحر صاحب الاوتيل. اهلا وسهلا باشمهندسه عداله من شركه ام جي اكس. ام جي اكس ده قالوا لي ان اللي جاي مهندس عادل. سوري اكيد حصل لبس بقى. عادل وعداله حصل خير. تمام والله لو اعرف ان احنا هنتعبك ونجيبك لغايه شرم الشيخ عشان خاطر النتورك انا كنت بعتهولك لغايه القاهره. والله؟ والله. لا ولا اي تعب ده شغلي بس انا عايز اعرف ايه الموضوع. ممكن؟ لا مفيش هو فجاه النتورك وقع في الاوتيل كله. طب اوكي ممكن اشوف طيب المين كمبيوتر بتاع الاوبريتنج سيستم كله؟ طب انت ليه مستعجله كده؟ يعني نشرب حاجه كده في الكافي شوب وبعد كده نشوف الشغل يعني. لا انتوا مش مستعجلين بقى ده انا قلت حاجه الاقي الدنيا مقلوبه. لا والله هو فعلا في مشكله والدنيا مقلوبه. بس برضه لازم نكون لطاف مع الضيوف بتوعنا جايين من طياره تعبانين يقعدوا يشربوا حاجه الاول وبعد كده يشوفوا اوضتهم ونقعد نشرب حاجه وتمام نشوف الشغل. ده حضرتك مصمم بقى. مصمم جدا. طيب اوكي ممكن نشرب حاجه بس بسرعه بس. برضه بسرعه؟ طب ايه ناخدها جري بقى ولا ايه؟ من ورا شرم. ميرسي. شكرا.